حتى يوم 20 بنفس الأوراق والمستندات بنظام الفردية في انتخابات مجلس النواب. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة 41 شخصاً في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي شرقي طريق الجيش بحري البستان، وذلك بمحافظة المنيا صباح اليوم دون وقوع أي حالات وفاة حتى الآن. وقال دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة المنيا ومستشفى المنيا العام، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب12 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين. من جهة أخرى، زار محافظ المنيا اللواء طارق نصر المصابين في الحادث، وقد وجه المحافظ الأطباء وهيئة التمريض بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة الدورية لحين تعافيهم بشكل كامل، إضافة إلى أعداد حصر بأسماء وعناوين المصابين وأماكن تواجدهم تيسيرا على أهليهم وذويهم لزيارتهم في محافظة المنيا. للمزيد من المتابعة حول هذا الحادث ينضم إلينا عبر الهاتف من المنيا مراسل النيل أحمد رفعت. أحمد، هل لديك أي تفاصيل أخرى غير ما ورد في الخبر الذي قرأناه الآن حول هذا الحادث، وأيضا آخر الأعداد التي وردت؟ لأنه ورد في الخبر أنه الأعداد المصابين تحديدا 41 وأنه لا توجد أي حالات وفاة حتى الآن، صحة هذه الأرقام؟ نعم، بفضل الله لا توجد أي حالات وفاة، وهذا من ستر الله على أهل الصعيد الذين ينتظرون الكثير من أو يعانون من قلة الاهتمام لرصد الطرق وتمهيدها، لكن جاءت عناية الله أو الستر من عند الله لتحف ركاب هذا الأتوبيس الذين بلغ عددهم 41 كما ذكرتم. نعم. لكن توجهت على الفور 10 سيارات إسعاف نقلت الكثير منهم إلى مستشفى المنيا الجامعي وإلى مستشفى المنيا العام، الكثير منهم أو عدد يقارب 30 على وشك الخروج ما بين إصابات خفيفة وبعض الكسور، لكن عناية فائقة في المستشفيات، ومحافظ المنيا شكل غرفة عمليات سريعة لمتابعة موقف المصابين وخروجهم فور تعافيهم. نعم. كذلك توجه بعض أهالي المصابين بخلص الشكر للاهتمام الكثير من مرفق الاسعاف ومن العربيات، وكثير من الاهالي ساعدوا في نقل المصابين للمستشفى. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الزميل احمد رفعت مراسل النيل من المنيا، وبالتاكيد سنعود اليك لاحقا لموافاتنا باخر تطورات هذا الحادث، وايضا اذا كانت هناك اي اصابات جديده في او جراء هذا الحادث. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الموجة الشديدة الحرارة اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا ويكون لطيف ليلا على كافة الأنحاء. الموجة الحارة يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد، ما أدى إلى انخفاض الرؤية على طريق خاصة الصحراوي وإلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية. من جهتها دعت وزارة الصحة والسكان في بيان لها المواطنين خاصة المسنين والأطفال تجنب التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة، وتفادي الخروج في أوقات الذروة تجنبا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم في مدينة جدة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. تناول هذا الاجتماع مناقشة سبل إقرار الهدنة في سوريا قبل محادثات فيينا المقررة بعد غد، وأشار كاري إلى أن واشنطن والرياض ستعملان على ضمان دعم الهدنة في مختلف أرجاء سوريا، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين. تمكنت قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على مستشفى الأسد في مدينة دير الزور الواقعة شرق البلاد بعد ساعات من استيلاء تنظيم داعش عليها في معارك أوقعت نحو 59 قتيلا. يسيطر تنظيم داعش الإرهابي على أكثر من 60% من مدينة دير الزور، خاصة عقب التقدم الذي حققه فيها منذ بداية العام الجاري. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض الخبير الاستراتيجي سيادة اللواء جمال مظلوم. سيادة اللواء، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك ومشاهدينك. أهلا وسهلا يا فندم. سيادة اللواء، يعني تبدو هناك أهمية بالغة للتنسيق السعودي الأمريكي بشأن الملف السوري بما تملكه المملكة العربية السعودية من ورقة ضغط على المعارضة المعتدلة التي تعقد دائما اجتماعاتها بصفة دورية في الرياض.
هل بوجهة نظرك في فشل المفاوضات السابقة وانسحاب المعارضة على إثر التعهدات الأمريكية التي لم تنفذ في اللقاء الذي كان ما بينهم وبين قوات النظام، هل نتوقع حلحلة في المواقف في الاجتماعات المزمع عقدها خلال أيام قادمة؟ هو دعني أقول لحضرتك في البداية، الاجتماعات اللي عقدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة الحقيقة اليوم في غاية الأهمية. هو اجتمع مع ثلاثة، اجتمع مع الملك سلمان، واجتمع مع ولي العهد، واحنا عارفين ان ولي العهد بيتولى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك اجتمع مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية. الحقيقة طبعا المملكة العربية السعودية بتعقد امال كبيرة في هذا الاجتماع للسبب ان الوضع في سوريا متأزم بدرجة كبيرة. هناك يعني في اعلان ان في هدنة، انما هو في الحقيقة ما فيش هدنة. الحقيقة في مجازر بترتكب شمال دمشق بواسطة قوات إيرانية موجودة في منطقة اسمها داريا شمال دمشق تقريبا، هناك في قتال حول اللاذقية، هناك في مجازر عديدة بترتكب داخل الأراضي السورية بدعوى أن في هدنة، ولا بخلاف الشبكات في منطقة دير الزور في المنطقة الشرقية من سوريا. الحقيقة طبعا لا في هدنة ولا في مساعدات إنسانية بتصل للمواطنين السوريين، والحقيقة طبعا في نقدر نقول في تقاعس أو عدم اهتمام من الجانب الأمريكي وترك الساحة لروسيا ومساعدتها لنظام الأسد في التوسع وفي قصف الأهداف السورية. فطبعا احنا بنتمنى أن هذا الاجتماع تثمر في حلحلة الموقف الأمريكي نسبيا، حتى أن يكون له دور فاعل في الأوضاع اللي احنا شايفين ان في احتمال الاجتماع. طيب، طبعا يوم الثلاث لفيينا لأصدقاء سوريا. طيب ست لو، يعني دائما ما تتحدث المملكة العربية السعودية عن إصرارها الدائم وكذلك ربما توافقها بعض الدول على إزاحة نظام الأسد أو إزاحة الأسد حتى يكون هناك يعني استقرار في الأوضاع داخل الأراضي السورية، ربما هذا القرار أو هذا التصميم ربما دائما ما يحدث عدم يعني تجاوب في الموقف أو عدم حلحلة في المواقف بسبب كذلك وجود أطراف تصر على وجود الرئيس الأسد على قمة السلطة مثل روسيا، يعني في ظل هذا التعنت من الجانبين أو القوة الذي دائما ما تتناحر في هذا الشأن، هل نستطيع أن نتحدث عن أي هدنة أو أي اتفاق أو أي ربما اتفاقات إطارية تخرج إلى النور في ظل أن كل طرف يصر على موقفه الثابت تجاه الأسد؟ والله هي في محاولات الحقيقة، إنما المشكلة إن روسيا حاطة ثقلها كتير جدا في مع النظام السوري في الوقت اللي الولايات المتحدة الأمريكية بترفع إيدها بنسبة كبيرة من الموقف أو الأوضاع داخل سوريا. المملكة العربية السعودية منطلقة من إن الأزمة في سوريا، طبعا كلنا عارفين منذ الحراك الاجتماعي في 2011 نظام بشار الأسد، يعني نشوف الشعب السوري موجود في أوضاع دلوقتي سيئة للغاية، احنا ماشيين في السنة السادسة، ضرب شعبه بالأسلحة الكيماوية في وقت من الأوقات الحقيقة، والبراميل اللي كنا بنسمع عنها البراميل المتفجرة طبعا. فطبعا الحقيقة هي وجهة نظرها ان هذا النظام لا يمكن ان يعود يحكم سوريا مرة اخرى. بس ست اللواء يعني واقعيا على ارض الواقع، يعني احنا بنلاقي النظام السوري في ظل زي ما ذكرت حضرتك 6 سنوات من الثبات في الموقف، حتى على الاقل هناك تقدم وتراجع بعض الشيء، لكن هو الرئيس بشار الاسد متواجد على سده الحكم، اذا هناك ثبات في الموقف، ربما لا نستطيع تجاهل موقف الاسد او وجوده في السلطه. انا اتفق مع حضرتك الحقيقه، يعني ربما يعني المملكه العربيه السعوديه برضو مش عايزين نلقي اللوم عليها، هي طبعا هدفها الابقاء على النظام السوري وهيكله الدوله بصفه عامه وعدم تقسيم الدوله اللي احنا شايفين دلوقتي، ان ما زال حتى يعني دير الزور يقول لك ان داعش بيسيطر على اراضي ما زالت من النظام السوري. يعني الحقيقه الاوضاع المختلفه وعدم الاتفاق وعدم التوحد في سوريا مؤدي الى الاوضاع ان احنا جينا في وقت من الاوقات كنا بنتخوف من تقسيم سوريا ما بين جزء موالي للاسد وما بين جزء في ايد داعش وما بين جزء في ايد المقاومه وما بين جزء موالي لتركيا. يعني الحقيقه الاوضاع، فانا الاوان ان يعني هي المملكه العربيه السعوديه بتهدف بالاساس الى وحدة الشعب السوري، تماسك سوريا، سوريا ما تتقسمش، وده كلنا احنا كدول عربية بنتمناه. صحيح. ما هم المطلوب ان هو طبعا مش ممكن واحد زي نظام بشار الاسد يعود ويحكم شعبه مرة اخرى. شوف المجازر سيدي الفاضل، احنا جاء ايام في اوقات كانت بتصل عدد القتلى يومي في سوريا الى 100،
يعني لما نشوف عدد القتلى او الناس اللي استشهدوا منذ اندلاع ثوره 2011 فبراير 2011، يعني مش عايز اقول لك تقترب من نص مليون او على اي حال. سياده اللواء، يعني احنا في انتظار الاجتماعات الخاصه في فيينا، ربما نعول عليها كثيرا ونتابع الموقف عن كثب لنرى الجديد حول الشان السوري. بشكرك شكرا جزيلا من الرياض الخبير الاستراتيجي سياده اللواء جمال مظلوم. اجتمع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجابوري بمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم مع رؤساء الكتل السياسية النيابية لبحث سبل الخروج من الأزمة وتطورات الوضع السياسي والأمني واستئناف جلسات البرلمان. هذا يركز الاجتماع على تطورات الوضع الأمني في ضوء وقوع خروقات كبيرة في العاصمة العراقية بغداد وديالي وصلاح الدين خلال الأيام الماضية، حيث تمكن تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية. كان الآلاف من المتظاهرين قد اقتحموا المنطقة الخضراء ومقر البرلمان يوم 30 من الشهر الماضي، وحدث متظاهرون غالبيتهم تلفيات بمقر مجلس النواب عقب فشل البرلمان في عقد جلسة لاستكمال تمرير حكومة التكنوقراط برئاسة حيدر العبادي، وذلك بسبب إصرار كتل سياسية على نظام المحاصصة الحزبية ورفض تغيير وزرائها في هذه الحكومة. تمكنت القوات العراقية المشتركة من استعادة منطقة الربع شمال ناحية البغدادي بالأنبار من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوقها. وفي سياق منفصل، انفجرت سيارة ملغومة يقودها انتحاري عند مصنع حكوميا لغاز الطهي شمال بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من رجال الشرطة وكذلك المدنيين. بهدف بسط نفوذها على المناطق التي يحتلها تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت القوات العراقية المشتركة من السيطرة على منطقة الربعة شمال ناحية البغدادي بالأنبار ورفعت العلم العراقي فوقها وكبدت مسلحي التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات. خلية الإعلام الحربي بالجيش العراقي ذكرت أن قوات تابعة لقيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة بالجيش مدعومة بالحشد العشائري حررت هذه المنطقة. كانت القوات العراقية قد حررت قرية الوردية غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق بمساندة من طيران التحالف الدولي والقوة الجوية والطائرات الحربية العراقية. من ناحية أخرى، استهدفت هجمات انتحارية مصنعا حكوميا لغاز الطهي شمالي بغداد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بينهم رجال شرطة. مصادر أمنية أكدت أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت عند مدخل المصنع الواقع في منطقة التاجي، ليمهد الانفجار لدخول ما لا يقل عن 6 مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة إلى المصنع حيث اشتبكوا مع قوات الأمن، مما أدى إلى اشتعال النيران في 3 مخازن. عقدت الأطراف اليمنية اليوم جلسة ضمن مشاورات السلام التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة وتستضيفها دولة الكويت على مستوى رؤساء الوفود لاستكمال مناقشة أوراق عمل تهدف إلى تقريب وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال. وناقش المجتمعون في الجلسة التصور العام للمرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والأمني وسبل التوصل إلى تقارب في وجهات نظر الطرفين بشأن عدد من نقاط الخلاف. بالرغم من حالة الركود التي تشهدها المشاورات السياسية بين طرفي الأزمة اليمنية في دولة الكويت، إلا أن هناك محاولات حثيثة من أجل تحريق مياهها الراكدة. المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لا يزال يستكمل مباحثاته مع الأطراف اليمنية لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن المبادئ والآليات المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي والقضايا العسكرية والأمنية. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي لمحادثات السلام في الكويت أعلن أن الوفد توصل مع الأمم المتحدة إلى آلية لتدفق السلع وانتقال الأموال إلى اليمنيين، مؤكدا أن حكومة بلاده ستبذل كل جهدها من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني. المخلافي اتهم كذلك وفد الميليشيات المتمردة بنقل وقائع كاذبة عن الاجتماعات ومواقف أعضاء الوفد الحكومي، واصفا هذا السلوك بأنه يدل على عدم رغبته